سيكوريتي هو اللي كيعطيهم مسكين يجيو نهار اثنين يجيو نهار ثلاثة. مخلي الناس منهم السيكوريتي. ناس باركة ومريضة. إذن مشاهدينا الكرام صباحكم مبروك، مرحبا بكم معنا مرة أخرى من أمام مستشفى ابن رشد، المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، أكبر المستشفيات في مدينة الدار البيضاء بل في المغرب. هذا المركز الاستشفائي اللي كيجيو ليه الناس من كل حدب وصوب. الإضرابات أيضا تطالوا قطاع الصحة، والناس مكرفصة، والناس كتمشي وكتجي، والناس الوضعية ديالها الصحية صعبة جدا، وكاينين الحالات الاستعجالية، ولكن للاسف الشديد ملي كيجيو الناس راه كيلقاو غير سيكوريتي، هما اللي كيقولوا لهم سيروا عاودوا الرونديفو، اللي عنده شي رونديفو يمشي يعاودوا. حنا تنعرفوا ان هذا المستشفى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الناس راه كتكرفص، قد كاين الاضراب قد ما كاينش، وغناخذوا الالتزامات ديال المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم. اخبارك الشريف؟ لاباس عليك؟ لاباس. شنو كيضرك؟ كلاوي انا. الله يشافيك. 28 عام وانا هنا. كنسواني عليها. اضراب؟ الاضراب. دابا الاضراب ومني كتجي هنايا كيطري يقول لك ما كاينش. ايوا كدير. شنو غدير؟ ايوا غادي دير. دابا كتجي دير شنو كتجي دير هنايا؟ دياليز ولا شنو كتجي؟ لا ما كنديرش انا دياليز. شنو كتجي دير؟ كندوز على الطبيب. اييه. دابا كل 15 يوم شهر شهرين كنجي كيبين نو يزيدوا الدواء نو ينقصوا. ينقصوا، كيشوف الحالة ديالك فين وصلات. وصلت. دابا شحال ما شفتيش الطبيب؟ دابا راه جيت داك الشهر عطوني 15 يوم اليوم خصني ندخل عندهم. داك الشهر شافك؟ شافني. وقال لك 15 يوم هي اليوم. هي نقصوا لي على الدواء قلت لك نشوفوا. وجيتي دابا يا باش تشوف واش ينقصوا لك الدواء ولا يزيدوا لك في الدواء، لقيتيهم اضراب. الاضراب وعولة زيادة. واش غدير دابا ملي كاين الاضراب؟ اش غدير الدواء؟ غتبقى مكمل مكمل نفس هذاك القياس اللي كت هذاك الشيء اللي مخرج لك غتبقى شربيته تجي عندهم. تجي عندهم. منين تجي؟ من انا محسوب المحمدية. من تما وتواجد؟ من جدوى. من المجدبة. مجدوب. سيدي موسى المجدوب. سيدي راه عامر دابا. اييه. دابا من تما كنجيو. من تما. وكنجيو بالترونسبور. الله يا خويا الله. الله يا خويا المراكب وركب في هذا. تعيانة ماشي زعما نقول لك انا. الله يا خويا. الدواء غالي. والله يعطيك صحيحتك. راه كاين الساعة اللي كيجيك الدواء حتى 30000. ولكن الحباب هما اللي ما كاين. الله يشافيك اخويا. امين. الله يعطيك صحيحتك. امين اختي. الله يعطيك صحيحتك. امين. السلام عليكم. اش اخبارك الشريف؟ واش الاضراب اليوم؟ كاين اللي خدام وكاين اللي خدام. كاين اللي خدام وكاين اللي لا. والناس تما مساكن كيتسناو الرونديفو. الناس كيتسناو بزاف بزاف. بزاف حنين كاين طبعا كاين اللي جاو خدام وكاين اللي ما خدامش. وكاين اللي ما جاش، الناس اللي مسكين اللي ما جاش ليه الطبيب راه محل. ولكن بحال دابا قبيله واحد مسكين في ذاك المرض السرع طاح خطرتين هو كي طاح كان غيجي على الحاشيه ديال وي جاو في الاخر جاو الدور المستعجلات. هذا ماشي المشكل. دابا راه كاين اللي كيجي كاين اللي ما كيجيش. هذا ماشي سير اختي. الله يسهل لك. الله يشافيكم. الله يشافيكم. الله يعاونكم. شوفوا السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليك. عواش مبروكه. السلام عليكم. شنو جيتي دير السبيطار؟ عاجينا ماشي حباب. جينا ماشي حباب بحال وجهك. دوزو عايدوزو ان شاء الله. صافا عايدوزو. كاين الاضرابات؟ ما عرفتش واش كاين الاضراب ولا ما كاينش. باقي ما تسنيتهمش يخرجوا يقول لكم شنو كاين. مازال مازال اختي. كي كتجيك هنا الخدمات في السبيطار؟ الناس اللي كيجيو يداوا بزاف. لا اختي والله ما كنجي بزاف. هادشي اللي كاين ما كنجيش بزاف. السلام عليكم الحاجه. كي دايره الحبيبه ديالي؟ الحمد لله. شنو عندك اليوم؟ عندي طويله القلب. عارفه كاين الاضراب؟ عارفه كاين الاضراب ولكن على الله لا لقيناهم. على الله الحبيبه ديالي. الله. الله يشافيك. امين. الله يشافيك الحبيبه ديالي. الله يحفظك. الله يعطيك صحتك وعواشر مبروكه. الله يبارك فيك. الله عواشر مبروكه. الله يحفظ لينا تاع الطبه ديالنا نافعين بهذا الشيء. والله عندي القلب وعندي بها ما كرهت حتى واحد. ما كتلقايش الطبيب؟ كيكون غير الاضراب. عندي الصمامات غادي الحمد لله نشوف الله لك. شحال مره كتجي وما تلقايش الطبيب؟ شحال مره جيت ما كنلقاش. كيفوت الرانديفو نبدلو ثاني ونجي كيقول لي كاين الاضراب وانا واصله على العمليه. شي قاده على هاد الجلطيطو؟ من 6:30 وانا كنضرب في الطوبيس 130
الحمد لله حتى من بنتي من كنلقى الخدمه ندير الميناج من كتولي باش تجي معانا المرضيه. كي دايره بنيتي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله وشكرا لله بنتي. الله يشافيك الحبيبه ديالي. الله يحفظك. الله يسر لك بنتي. امين امين. سير هاد الحبيبه. امين امين امين. لا اله الا الله. صراحه هادشي كيألم وكيضر في القلب. راه شفتو مسكينه هاد المسنه طوبيسات من 6 الصباح وهي خارجه باش تجي ويقولوا لها الطبيب ما كاينش. الاضراب ما عرفتش انا كيفاش الاضراب في قطاع الصحه، الاضراب في التعليم، الاضراب في بزاف هادشي. كاينين شي كاين شي قطاعات اللي هي حساسه صعيب ان يدار فيها الاضراب، لان شنو هو الطبيب شو مسكينه التويمين. هما شوف لا حول ولا قوه الا بالله. حنا نشوفوا الغبره هادي منين جات هاد الغبره. هاد الوليدات شوفوا جا سعيد. نجي نشوفوا هنايا حدا الباب دروينه وهاد الفوضى اللي كاينه. سلام الحاج، كي داير؟ لقيتي الاضراب ولا الطبيب كاين؟ لا ما كنت انا عجيت. سير اف الله يعطيك صحيحتك. الله يعطيك صحيحتك. الناس راه مكرفصه كتجينا تبقى مساكن مشوجرين النهار كله مسرحين وشوفوا واش يلقاو الطبيب ولا ما يلقاوش. الصف امتى توصلك النوبه؟ دابا انت بحكم راه 28 عام. 28 عام وانا هنا كنجي. مرات الصف يوصل حتى لهي. حتى لهاد الجهه. اييه. ومني كيبقى الانسان من يدخل ما توصلوش النوبه. تراك من 6 الصباح وانت واقف. ومني توصل الوقيته ولا ما وصلتكش النوبه ما عندك ماد. كيقول لك سير الطبيب ديالك الشا. شاد يجي هما 12 اللور. حتى دابا النوبه ديالك مشات الطبيب ديالك. كي غدير دابا؟ عندك سير ثاني عاود رانديفو عاد سير ثاني. نعيطوا عليكم واش غايجي ولا ما غايجيش. السلام عليكم. السلام عليكم. اضراب. الاضراب كاين. دابا جيت بنيتي من 7 وانا واقفه هنا. ملي جيت دابا غندوز مع واحد على الباطيني قالوا لي ما جي ولا ما يجي. تسنيت نعيط عليك. تي وزهرك. تي وزهرك. شنو كيدار لك اموي؟ كيضرني كلشي دلوعي وكلشي كيضرني عظامي كلهم. تبع الباطيني. بغيتي تشوفي عاد الطبيب باش ما عندكش امكانيات تمشي على الطبيب ديال الفلوس. ما عنديش انا دابا درت البلاكه ودرت تحاليل وكلشي باغي ندفع. اما هذه من شهر واحد وانا نجري باقي ما دفعت الورقه وفاو ليا. شهر واحد وانا دايره مع الطبيبه ما كنجيك يقول لي الموعده ما كاينش اليوم ما كاينش غدا. من شهر واحد وانت كتسناي باش تشوفي الطبيبه. هاي الملقات تشوفيها بعيني. 7 شهور دابا باش تشوفي الطبيب. باش نشوف الطبيب حتى تيدري لي سميتو. وفين ما تجي ما تلقاهاش. جيت تحيل ما كنلقاهمش. قلت له الاضراب. السبيطار ما تجيش. ما تجيش. السبيطار خاطر يكون امكانيات. عا السميه ديال السبيطار. والامكانيات ما كاينش. هذا عا السميه ديال السبيطار. اي واحد كل واحد من جاي وممكن اللي ما عنده غنسلف فلوس هذوك الشيء وجاي راكب. وعلى هنا شكون اللي كيجي؟ عند الدراوش. وي تيجيو عند الناس مساكن واللي عنده راه غيمشي للكلينيك. انا تقهرت صيفط بنتي ما تيش قدرت نجي كل نهار جايه نجي وما نلقاش طبيبه نرجع ارجع. دابا انا صوبت قال لك دارو ديري هاد الاوراق جيبي منا حنا لما غنعطيو ما نلقاش واحد دابا. لا حول ولا قوه الا بالله. يسدوه لما كان السبيطار يسدوه، لما كانش خدام يسدوه. ما كانش خدام يسدوه. والله شوفي كلام معقول وهاد الهضره اللي قلتي معقوله جدا. إلا ما كان السبيطار يسدوه. ما كانش خدام يسدوه. لكن هذا السبيطار فين ما نجي ولي؟ من كل بلاصه كل واحد من فين ما نجي فين ما نجي وحقه ما كاينش طبيب. ما كاينش هذا المعقول. ما كانش خدام. كندير على الميناج من كنخدمه والله ما كنت باطر وعاد غايتوي غايعيط ليا. كنا كنخدمه قول بنتي سير سوي الموعد تعاود موعد تابع موعد عرفتي من شهر واحد عرفتيش على شهر دابا. ونقول لها ما تليش غنمشي كاع عند السبيطار الدري وني قالت لي بنتي راه صيفط نهار 16 اليوم جي مني جيت انا من الخدمه كاع ما قلتها كاع الباترون وجيت انا غير غايط يعني من اش غيدير معايا. والله يعطيك صحيحتك. غيمشي ويخرجني. الله يعطيك صحيحتك الحبيبه. خدامه باش نداوي راسي واش نعيش. وانا دابا ما كنخدمش. البنيه هذه. بنتي. الله يخليها لك. امين يا اللي عندك. عندي جوجات. والله يخليهم لي. امين بنتي. المرضيه الله يفهمو انت. الله يسهل لك بنيتي. الله يعاونك بنيتي. الله خيرك بنيتك وعلى خير. الله يحفظك. الحبيبه الله يعطيك الصحه. ديال العينين ديال هاد الدريه اليوم كامل وحنا نجرو هنا في 20 غشت قال لك حق الطبيب الشوف مشى ليها ما عطاونا حتى شي حقيقه ما عطاونا. قال لك لا الشوف من بعد غتبصر هاد الدريه ما غتبقاش تشوف. شحال عندها من عام؟ عندها 22 عام. اجي حبيبه ديالي حدايا. الزوينه كي دايره؟ لاباس عليك. اجي لهنا. قالوا لها العمليه في 20 غشت. اييه.
ملي داروا لي العمليه من مورا العمليه ما بقاش كتشوف كاع بوحده. ملي جيت عندهم قلت لهم علاش وهي قبل من العمليه كانت تشوف شويه شويه داروا لي العمليه مابقاش تشوف قال لك مابقاش تشوف قلت لي علاش داروا كانت كتشوف داروا لي العمليه مابقاتش كتشوف قال لي شي حل باش زعما تولي تشوف قال لي حتى حل معده من بعد غادي تبصر وغادي يمشي لها تشوف بخطره الله يحفظها ما بقى عاد تشوف ما بقاش مناش قال لك حقه من القرنيات عاوجين ليها قلت لي راه كيتزرعوا قال لك حقه الا كان يتزرعوا ما عندكش باش غتزرعيهم لا راهم غاليين لا غتخليها بحال راه كيديروا 12 مليون 11 مليون اللي كيديروا انت ما عندكش ميكانيه باش غتكوني مع الدريه كتسكني لساسفه دابا خاصها كاع تبقى بحقها كانت تقرا ولا شنو كانت كدير كانت كتقرا ولا كطيح جا هذاك الصرع وما ديتاش فيها ملي جا هذاك الصرع مع داك الطيح اللي كطيح عواجونا القرنيات عيطوا لي الاساسيد قالوا لي جي بنتك راه ما بقات كتشوف ما والو راه ولات عاد تهامه راه حتى حاجه ما شافتها ملي تبعت ليها على الطبيب وداك الشيء قال لي القرنيات بداك الطيح عواجوا ليها ملي جات ال 20 غش زربوا عليها داروا لها العمليه ملي داروا لها العمليه الدريه ما بقاتش كتشوف قال لك لا حقا راه ما بقاش غتشوف داك الشوف عاد تحبس حتى شي حاجه ما عندها الحل ديالها ما كاينش من غير الزرع ديال القرنيه والطبيب قال لك سيري تي ما تقديش على الزرع ديال القرنيه راه داير 12 مليون فقد لك الامال في الحياه قال لي عدمك هذا ماشي باش نشوفوا شنو سميتك ماما ناديه ناديه ما كتشوفي والو بنيتي عاد بابا عاد بابا وحده الله يسهل عليك بنتي ويجيب لك شي محسن اللي يقدر انه يدير فيك هذا الخير يا ربي امين دابا واش دابا ما عرفتش انا بعض الاطباء زعما كاينه راه لا حول ولا قوه واش هذه انسانيه انك تقول لواحد البنيته صافي انت فقدي الامل في الحياه وراه معمرك غادي تشوفي ومني تقول لك امها راه القرنيه تقدر تزرع تقول ليها ما عندكش الامكانيات باش تزرعي صافي الطبيب ما بقاش عطاك حتى وقت ولا بعد يشوفك كيهرب صافي ما عندنا ما نديرو ليها حتى حاجه قالك تحل ما عندها لا امل لا وقت والو قالك وسيدي ربي سبحانه وتعالى كيعطي يتصنت الا كان عندك شي حد من العائله مات وجا هنا يتفرع لك بالقرنيات طلبيه انت شكون هذا اللي غيعطيك من العائله والقرنيات ديالو وغتقدي تقولي لي لا ما بنادم ميت وتدي تقولي العائله تعطيني القرنيه ما غتقديش قلت لي زعما صيفطوني شي بلاصه قالك ما غتقديش على هاد العادات ديال الفلوس هما يديروا معاك واخا تلقاي داك اللي تبرع خاصك الفلوس خاصك الفلوس ما كاين حتى حل قالك ما عندك كاين لا سبيطار لا والو ها هو ولدي انا دابا عدو جاه ولدي انا دابا جاه الصرع ها هو مليوح هنايا من يوم حنا كنجيبو فيه عافيه وليداتك كاع كلهم كيجيو من الصرا مناش ما عرفتش اختي كيجيك مول الدار شي حاجه كيجيني ولد خالي ما عرفتش مناش دابا جنا هذيك النهار قالوا لك كاين لي ضراب هو جناه اليوم قال لك كاين لي ضراب وكيشرب في الدواء كيدير الباكيه كدير 12 عام هو من عام سيك عنده شي 46 عام الله يا الحبيبه ديالو وتيا يا تماره غاده جايه للسبيطار تماره غادي جايه ندي هذا نجيب هذاك ندي هذه نجيب هذا اللهم لك الحمد والله يعطيك الصحه يحتك امين اختي الله يعطيك الصحه يحتك امين عطينا شي المره ديال التليفون الا كان ممكن شي واحد انه يتواصل معاك قوليها لي شحال يبان لك شويه التليفون والحمد لله مني قولي لي النمره لا انت قولي لي شنو ما عرفتش لا ما تعطيهاش لي غلط هاي هاي جبدت هاي لا ما جبدتش جبديها بنيتي دابا راه كتشوف شويه ولكن قال لك من بعد غتبصر او من بعد غتبصر شويه هزه الله يستر غتبقى بحال كوا 07 73 28 28 30 07 73 28 28 30 هذا هو الرقم ديال التليفون ديال هاد البنيه الزوينه الله يعطيك الصحه يحفظك يا ربي حنن فيك القلوب بنيتي الله يدير لك شي تا ولدي الخير امين شي هذاك اللي فقدك الامل في الحياه قول له راه كاين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله واش الله سبحانه وتعالى تيقول لك لا تقنطوا من رحمه الله تيجي بنادم كيأس في الحياه كيفقدك الامل باش تجي تمشي للدار مكمده بلا ما تبقى تقلبي على حتى شي حاجه هي بداك العصب ديالها جوا القواط جوا كاع الامراض تخلطوا فيها كيس على راسك الكبيده ديالي الزوينه ديالي كيقولوا لي العوره ما كتشوفيش شنو كيقولها لك؟ كيقولوا لي بزاف الجيران ايوا صافي هذوك ما فاهمينش هذوك ما واعيينش خليهم هذوك
عرفتش اصلا بابا غتعلم شنو باغا تدخلي تعلم؟ باغا تعلم شي حلاقه ولا طبخ؟ حلاقه ولا شي حاجه نشوفوا لك بنيت والله تنشوف لك صافي نشوف لك بنيتي نشوف لك سونتر. مرحبا ليله ديالي حبيبه ديالي شي داخليه كاع تبقى فيها ياك ماشي مشكل هاد النمره ديالك اللي قيدنا قيد تاع ساعي احنا غادي نشوفوا النمره لقينا لك شي سونتر تعلمي فيه الحلاقه الله يعطيك الصحه ندويو لك مع واحد الاستاذه صاحبتنا ونعيطوا عليك صافي صافي تكوني مرتاحه ديك الساعه بخير صافي كوني هاني دخلت للمعمل شحال من معمل ديتها أيه؟ ولكن ما شافتش ما شافتش وشحال من واحد بحال وجهك تساعد معاه وعطاوها على البيض كدير كتفيني قال لك كضرب لنا البياس ما عندناش كنديروا ليها ما عندناش صافي وصيفطوها نشوفوا على الله يا ربي حنا كنقولوا يا ربي يا ربي لما تنعيطوا كنعيطوا لسيدي ربي ما تنعيطوا لحتى شي مخلوق حنا تنعيطوا للخالق هو اللي كنعيطوا ليه وامنا ايضا في المحسنين مشاهدينا الكرام فمن احياها كانما احيا الناس جميعا سيري باش ما كان نعيط سيري الزوينه ديالي اذا مشاهدينا الكرام نختم معكم هذا البث المباشر المؤلم من امام مستشفى بن رشد وارجع لكم في بث اخر بإذن الله.